يضع آخر اللمسات استعدادا لانطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ خلال العطلة البينية الثانية. برنامج يأتي عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. كما يندرج هذا البرنامج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. اليوم احنا بصدد وضع اخر لمسات حول البرنامج الاقليمي اليوم ديال الدعم التربوي اللي خاص بالفتره البينيه اللي فيه واحد المجموعه ديال الاجراءات اللي غيتم التنزيل ديالها بمعيه واحد المجموعه ديال الشركاء، منها اولا المدرسه العليا للاساتذه اللي اليوم واحد المجموعه ديال الطلبه التحقوا بالمؤسسه التعليميه من اجل تقديم دروس ديال الدعم والتقويه لفائده التلاميذ. كاين ايضا واحد المجموعه ديال التجارب اللي غيتم ايضا التصيد ديالها ولا الاستثمار ديالها من خلال يعني المنصه ديال تلميتيس اللي ايضا اليوم كتوفر واحد البنك ديال الدروس في مختلف الاسلاك التعليميه وفي مختلف المواد اللي غايد ايضا خلال هذه الفتره هذه غيتم الاستثمار ديالها على الوجه الامثل. كاين ايضا واحد المجموعه ديال الشركاء من خلال الجمعيات المحليه ولا قدماء التلاميذ ولا ايضا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بوسائل لوجستيه متطوره وفضاءات تربويه تؤسس لمبادئ تجويد الخدمات التعليمية. المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان تسهر على مرور فترة الدعم في أجواء تحفيزية للتلميذات والتلاميذ. طالب المدرسة العليا للأساتذة بمدينة تطوان، احنا كطلبة مختصين في الإجازة في التربية جد فخورين وجد سعيدين وجد مستعدين أننا نؤدي هذا العمل ديال الأعمال التربوية نظرا للإيجابيات ديالها، لا من خلالنا احنا كطلبة ولا من خلال تقديم الدعم للتلاميذ اللي عرفوا أن واحد اضطراب قليل في الدراسة ديالهم في الأيام الماضية. احنا غادي نقدموا جميع الدروس للطلبة في العطلة البينية، يعني غادي نوجدوا غادي نكونوا جاهزين بشكل تام إن شاء الله باش نقدموا لهم الدروس على أحسن حال. طالبة بالمدرسة العليا الأساتذة بمدينة تطوان، أنا جد سعيدة لأنني أقوم بتقديم الدروس للتلاميذ بمؤسسة الفراهيدي. في العطلة البينية سوف نكون فيران إشارة التلاميذ لتقديم بعض الدروس لهم دعما لهم ولمكتسباتهم المعرفية. هي رسالة تربوية تتطلب تعبئة المجتمع المغربي المواطن، ترسلها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من البرنامج الوطني للدعم التربوي، وهي تدعو جميع التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وكذا كافة الأطر التربوية والإدارية للانخراط المكثف في هذه العملية تعزيزا للمكتسبات الدراسية للتلميذات والتلاميذ.